صباح الخير. صباح النور يا متر. كل ده نوم؟ معلش نومي تقيل شويه. طب بعد اذنكم هجهز لك كوبايه شاي بعد الفطار. ماشي. انت عايزه مني ايه؟ ايه اللي جابك هنا؟ قلتها لك قبل كده بصراحه وهعيدها لك تاني. انا ما صدقت لقيتك ومش هينفع اسيبك تروح مني تاني. تاني ايه وتالت ايه؟ انت مدركه انت بتقولي ايه؟ انت بتخرفي مجنونه؟ انت ست متجوزه. ومتجوزه مين؟ الراجل اللي انا بشتغل معاه. مجدي ممكن تسمعني؟ بقى اسمع ايه؟ بس بقى سيبيني في حالي يا شيخه، سيبيني في حالي. ايه ده؟ انا راجل خاطب وبحب خطيبتي. فوق كل ده بخاف ربنا. فاهمة يعني ايه بخاف ربنا؟ يعني لا يمكن اخون الراجل اللي باكل من وراه عيش. ومين قالك ان انت هتخونه؟ يا ستي سيبيني في حالي ارجوكي، ما تخلينيش اسيب الشغل اصلا. لا يستحسن بقى تدور من دلوقتي، عشان انت لو ما سمعتش كلامي كده كده هتسيب. ايه اللي بتعمليه ده؟ بتتسلطي على ابنك وضفته؟ ضفت ايه؟ دي وليه شكلها مش مظبوط، ولازم اعرف هي عايزه ايه من الواد. بيقول لك دي الرياسه بتاعته في الشغل، واكيد في حاجه بينهم وبين بعض في الشغل. لا لا لا، انا قلبي مش مطمن، وميت فار بيلعبوا في عبي. يا ستي ابنك مش صغير وهو ادرى بمصلحته، لو سمحت اعملي لنا الفطار. يا راجل بقول لك الست دي عايزه حاجه من الواد. اعملي لنا الفطار وخلصينا بقى. أوه. يا ساتر، ايه ده؟ ممكن تسمعني؟ ولا اسمعك ولا تسمعيني، الارزاق على الله. ولو ماليش عيش معاكم أكيد علي في مكان تاني. طيب يستحسن تشوف من دلوقتي، ده لو شريف أصلا سبك في حالك بعد اللي هيسمعه مني. ده تهديد؟ افهمها زي ما تفهمها. مبروك يا عريس.